صباح الخير والنور والسعادة عليكم زملائي في الاستديو، وحياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج صباح الشارقة، وأيضا منتظري هذه الفقرة الجميلة، فقرة سوق الجبيل من هذا المعلم التجاري والمميز المعروف عندنا في إمارة الشارقة. حياكم الله ويانا اليوم في جولة صباحية جميلة من هذا القسم المميز، قسم الألوان، قسم الروائح الطيبة، قسم الخضروات وأيضا الفواكه. ومثل ما نلاحظ اليوم ما شاء الله إقبال كبير على السوق وعلى هذا القسم الجميل. بنتعرف إن شاء الله وياكم اليوم على أسعار الخضروات والفواكه المعروضة عندنا اليوم بداية من هذا المحل. السلام عليك، كيف حالك؟ طيب، يعطيك العافية. شو أخبارك؟ شو عندك اليوم؟ شو عندنا جديد؟ شو الخضروات اليوم؟ كله إن شاء الله. سعر زين؟ أيوة زين. نازل مرتفع؟ شو السعر اليوم؟ زين إن شاء الله. زين زين، هذا معروف على الدرهم. أيوة درهم. ورقيات على الدرهم. الخس كم عندك واصل اليوم؟ 5 كيلو 4 دراهم. 4 دراهم. أيوة. الخس دائما المشاهدين الأعزاء بين 5 إلى 4 دراهم، لكن اليوم على 4 دراهم. بصير وياك قدام. شو اسمك أنت؟ محمد فضل. محمد فضل، تعال محمد. محمد اليوم طماط على كم عندك صندوق؟ صندوق على 15. 15 درهم الصندوق. أيوة. اليوم والكيلو؟ كيلو 3 دراهم. 3 دراهم الكيلو على 3، والصندوق اليوم على 15 درهم. بالنسبة لصناديق الطماط مشاهدين الأعزاء، ترى ما نشوف أحجام مختلفة، وأيضا عندنا المستورد من دول عربية ودول أخرى مشاهدين الأعزاء، وهناك عندنا أيضا أطباق فيها مجموعة من أنواع الفلفل الحار والبارد وأيضا البامية. شو الأسعار هني الأطباق هذه؟ 10 8 دراهم 8 دراهم كله على 8 ولا بس البامي؟ كله 8 8. اي شيء نشوفه الان هني على 8 دراهم. فلفل حار ولا بارد؟ هذا على نص 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 نص. أيوة. يعني وسط وسط وسط. عندنا الفلفل هذا شويه حرارته وسط، اما هذا بارد، والبامي ايضا معروفه مشاهدينا الاعزاء. وهناك عندنا ايضا نتقدم نشوف انواع الفواكه الموجوده الحين. موسم الهمبه صحيح؟ موسم همبه ويح اكثر شيء. أيه. هذا الهمبه الباكستاني. باكستاني. شو واصل الحين السعر عندنا؟ اليوم صار 25 30. 25 إلى 30 درهم اليوم سعر الصندوق. صندوق ما شاء الله. طبعا الأسعار سابقا مشاهدين الأعزاء نوهنا أنها كانت على 40 45، الآن نزلت الأسعار شوية عندنا. هذه الهمبة من وين اللي فوق هذه؟ هذا مال اليمني. اليمني يمني. موجود لين الحين. أي أنزل. هذا يمني. كم بعد سعر الصندوق؟ الصندوق 30 درهم. 30 درهم. أي. للصندوق الواحد عندنا الهمبة اللي تينا من اليمن. وهذا كل هندي ولا كل يمني بعد؟ هذا يمني بعد. كل اليمني. أيوة. الهندي ما عندك اليوم؟ لا هندي ما في اليوم. باكستاني واليمني. باكستاني ويمني. وهذا شو عندنا الهند؟ مشمش. على كم؟ هذا 10 درهم. 10. وهذا نوع؟ كله 10 10. كله على 10. الأطباق اللي نشوفها هني الآن مشاهدين الأعزاء من أنواع المشمش على 10 دراهم، والتفاح، وأيضا هناك عندنا شو بعد هذا؟ هذا مشمش ولا شو؟ هذا هذا جرينك. جرينك أبالغ. أحمر. هذا البالغ. البالغ اليوم على كم بعد؟ 10. 10 على 10. وعندنا فاكهة التنين. هذا دراجون. إيه. 1 piece 10 درهم. حبة واحدة ب10. أيوة. حبة واحدة على 10. أيوة. وهذا اللوز هذا ها؟ لوز بعد 10. على 10 دراهم. أيوة. ما شاء الله على 10 دراهم. عندنا اليوم السعر عندنا هذه الأطباق اللي موجودة مشاهدين الأعزاء بين 8 إلى 10 دراهم لأسعار الأطباق. عندنا أيضا الشمام واليح. الشمام على كم اليوم؟ كيلو 5 دراهم. الكيلو على 5 دراهم للشمام. أيوة. سابقا كان على 7، أما الآن على 5 دراهم مشاهدينا الأعزاء. شوفوا الأحجام الموجودة عندنا ما شاء الله، أحجام أيضا كبيرة. واليح كم وصل؟ درهمين. أيه. ما شاء الله، أول على 3، عقب 2.5، والآن على 2، على حسب طبعاً المحلات اللي موجودة واللي تبيع هذه الخضروات والفواكه. شكراً، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نكمل إحنا جولتنا مشاهدينا الأعزاء في هذا السوق الجميل من هذا السوق المميز في إمارة الشارقة، طبعاً من سوق الجبيل. واللي ما زار هذا السوق إلى الآن، هذه دعوة من برنامجكم صباح الشارقة إلى زيارة هذا السوق. وطبعاً نحصل ناس ما شاء الله يونا حتى من إمارات أخرى، من مدن أخرى، من العين، من أبوظبي، من دبي، ما شاء الله يون يوم في زيارتهم لإمارة الشارقة لازم يمرون على هذا السوق الجميل. بنكمل إياكم نحن جولتنا مشاهدينا الأعزاء، ونستمر إن شاء الله نجيب لكم الأسعار الطيبة وأيضا المحلات المختلفة الموجودة عندنا في هذه الإمارة الباسمة. عندنا اليوم ما شاء الله مثل ما تشوفون المحلات مجهزين العرض بشكل جميل ومميز. عندنا هذا المحل ما شاء الله شوفوا عبارة عن مجموعة من الفواكه. السلام عليك، كيف حالك؟ طيب. شو اسمك؟ عبد النصير. عبد النصير، كيف حالك؟ زين ما شاء الله. عبد النصير، فلفل زيادة عندك اليوم؟ فلفل حار ولا بارد؟ هذا حار زيادة. يعني إذا زيادة رخيص اليوم فلفل؟ رخيص، 5 دراهم. 5 دراهم؟ يا. ما شاء الله 5 دراهم. عندنا الفلفل الأصفر وعندنا أيضا الأحمر. الأصفر طبعا معروف اللي هو شوي حار زيادة هذا، أما الأحمر طبعا حرارته بسيطة ولا بدون حرارة هذا؟ هذا ميدون هذا. الوسط اللي هي الوسط ميديا. نعم بسيطة يعني إن شاء الله. زين، خبرنا عن الأسعار، الأسعار على كم من الأطباق؟ هذا 8. على 8 دراهم. على 8 دراهم سعر الاطباق اللي موجود عندنا من الفلفل. وهذا شوف هنا ما ينشاف عدل، هذا اللي هو الخوخ. هذا خوخ. خوخ على كم؟
هذا 7 درهم. 7 درهم الخوخ على 7 درهم. هذا التفاح على كم ما شاء الله الصغير هذا؟ هذا يران على كم؟ 5 درهم. 5 دراهم صندوق على 5 درهم للصندوق. هذه الهمبه من وين؟ هذا هندي. الهندي كيسر. هذا شو اسمه هذا؟ كيسر. كيسر. هذا الكيسر هذا الجديد الحين واصل عندنا. وكم سعر الصندوق؟ هذا 35 صندوق. 35 درهم للصندوق الواحد. ما شاء الله شوف الحجم، شوف الحجم عندنا هني. هذه الاحجام الكيسر هذا معروف عندنا. وهذا من وين بعد؟ هذا في هندي. هندي بعد نفس الشيء ولا غير هذا؟ هذا خيار راجابوري. راجابوري. راجابوري والكيسر. ما شاء الله الانواع قامت توصل عندنا. هذا كم سعره حاليا؟ 25. 25 درهم. وهذا 35. 35 ما شاء الله. 25 و35. وهذاك شو اليمني؟ هذا افريقي يمني. شو هذا اللي في الوسط؟ هذا السودان. السودان ما شاء الله. على كم بعد؟ هذا 20 درهم. على 20. والباكستاني؟ باكستاني 15. 15. باكستاني رخيص الحين استوى. رخيص ما شاء الله. زيادة. زياده زياده عندنا. لكن الهندي الان وصل عندنا مشاهدينا الاعزاء. وها طبعا الفلفل اليوم مسوينه على 8 دراهم. شرا ما نشوف عندنا الاصفر والاحمر. والطماط على كم هنا؟ هذا 5 درهم. 5 درهم محلي. هذا محلي, محلي. وعندنا الخيار؟ خيار محلي بعد محلي درهم. على 8 دراهم المحلي. على 8 دراهم اليوم الاسعار ما شاء الله. بالنسبه لي هذا المحل مشاهدين الاعزاء عنده كذا نوع من الهمبه والاسعار تبدا من 25 لغايه ال 35 درهم. بنكمل وياكم ايضا نتعرف على اسعار الفاكهه الموسميه الان. مثل ما تعرفون عندنا اليح والبطيخ وايضا الهمبه. عندنا هني اليوم اللي هو الشمام مثل ما نقول احنا ما شاء الله. هنا ايراني فيه واردني فيه. على كم الاسعار؟ هذا 5 درهم كيلو. على 5 دراهم للكيلو الواحد اليوم من الشمام اللي نشوفه مشاهدين الاعزاء. احجام مختلفه طبعا. وعندنا ما شاء الله ايضا الفاكهه الصيفيه المعروفه اللي هي البابايا. البابايا ما شاء الله هذه بالغه ومستويه للعصير وللاكل. هذه على كم؟ اكل. على الاكل هذه كم بعد اليوم؟ كيلو 10 درهم. الكيلو ب 10. هذه كم سعرها؟ طلع هنا عندنا تقريبا 19 درهم مشاهدين. يعني هذه كيلو شويه. كيلو او 2 كيلو. كيلو وين كانت؟ شويه اقل. هذه كيلو شويه فبيكون سعرها 19 درهم مشاهدينا الاعزاء. ما شاء الله عندنا البابايا ايضا من الفواكه الموسميه المعروفه في فصل الصيف. والشمام ايضا اليوم متوفر. الكيلو على 5 قلنا الشمام؟ الشمام 5 درهم. 5 درهم الشمام على 5 دراهم اليوم متابعين الاعزاء. وعندنا ايضا الفاكهه الاخرى بعد اليح. اليح على كم اليوم؟ هذا درهمين ونص. على درهمين ونص؟ على درهمين ونص اليوم عندنا اليح مشاهدينا الكرام. شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك ما شاء الله. طبعا جزاك الله خير. عندنا مجموعة من المحلات ويعرضون مجموعة من الفواكه والخضروات بالإضافة أيضا إلى مختلف الأسعار مشاهدين الأعزاء من محل إلى آخر على حسب البضاعة اللي متوفرة عندهم في المحلات. وعندنا محلات ثانية ما شاء الله أيضا مثل ما خبرناكم مختصة في بيع الخضروات للجاليات الأسيوية. مثل ما نشوف عندنا هذا المحل عنده أنواع مختلفة من الخضروات حتى شوية اللي هي ومرة يطالع يتحسب أشياء غريبة مشاهدينا الأعزاء. بنكمل وياكم أيضا احنا في جولتنا هذه الصباحية الجميلة من سوق الجبيل متابعينا الأعزاء. نستعرض فيها وياكم أنواع الخضروات الموجودة بالإضافة إذا إلى الفواكه. عندنا هني الآن الفواكه المحلية. اليح المحلي شوفوا حجمه، شوفوا حجم اليح المحلي. هذه الاحجام الصغيره طبعا انتاج مزارع الدوله هنا سواء عندنا في ماره الشارقه او حتى ملف جيره او حتى من مدينه العين مشاهدينا الاعزاء. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب يعطيك العافيه. شو اسعارنا اليوم اليح هذا؟ هذا محلي. على كم اليوم؟ كيلو 8 درهم. 8 درهم. انا اشوفه شوي شوي يرتفع السعر. اول 5 عقب 6 وحين ما شاء الله 8 دراهم. المحلي طبعا مثل ما خبرناكم ونوهنا سابقا مشاهدينا الاعزاء كميات التجاريه اللي تتوزع في السوق. يعني انا بعطيكم مثال الاحجام الكبيره يكون السعر يعني او الكميات عفوا توصل بالاطنان سواء عن طريق البواخر او عن طريق الطائرات. لكن هذه يعني تينا عربه مثل ما نقول احنا شحن بسيطه او عربتين فالكميات تكون قليله وايضا يكون السعر شويه مختلف مشاهدين الاعزاء. اليوم على 8 دراهم ما شاء الله. الاصفر ولا الاحمر هذا؟ هذا احمر. الاحمر الاصفر هذا اشوف الاصفر شويه. هذه عندنا ايضا انتاج محلي. هذه عندنا شيء من اليح الاصفر وشيء عندنا اليح عندنا الاحمر. هذا أصفر. شكر ولا هذا سكر؟ اكيد اكيد. هاكي بيك حقب حد يطلع طعمها؟ لا ما في. هذا كيلو على كم؟ 5 درهم. 5 درهم على 5 وهاي له على 8 درهم. سبحان الله كل شيء متوفر عندنا. محلي ما في. هذا برا محلي في يجي ما يجي. نعم هذا مو محلي. مو محلي هذا. مستورد. اوكي تمام عيل. اذا هذا المستورد توقعت انه المحلي نحيد. نعم صغار بهذا الحجم لكن هذا عندنا ايضا المستورد مشاهدينا الاعزاء. نصير وياك بعد قدام نتعرف على سعر الشمام اليوم كم هنا؟ الشمام كيلو 5 درهم. 5 درهم الشمام الحين على 5 دراهم اليوم عندنا
الشمام اللوز وصل ولا بعد اللوز؟ وصل هنا أول أول يعني أول يعني غالي يعني كم اليوم ما شاء الله؟ هذا صندوق يزي هذا 50 درهم. على 50 زين، أول كان 70 وحين 50 شوي وبينزل بعد لين زين ما في ذنون. نعم بتم الأسعار شوي تنزل. طبعا اللوز في موسمه يكون شوي غالي. التين المحلي موجود؟ موجود. على كم التين؟ 40 درهم. على 40 اليوم المحلي ما شاء الله. كرز في بعض. كرز كم بعد اليوم؟ هذا جامون. لا هذاك اللي فوق الكرز. هذا كم واصل؟ كرز 40 درهم. 40 درهم الكرز. وها عندنا الجامون طبعا. هل باكستاني ولا الهندي؟ باكستاني. باكستاني. كم اليوم؟ كيلو هذا بوكس 30 درهم. الصندوق هذا عليه ترى كم تقريبا فيه؟ كيلو؟ تقريبا 800 900 جرام. 800 900. ليش غالي شوي هذا؟ ليش غالي؟ هذا يشتري غالي منه. أي غالي من برا؟ شوي تحت شوي فوق هذا. نعم هذا يجينا طبعا مستورد من برا، فيكون سعر شوي دائما مرتفع مشاهدين الأعزاء. وفي ناس تحبه طبعا ويحطون عليه مثل ما خبرناكم سابقا، يحطون عليه شويه ملح وياكلون منه. شكرا جزاك الله خير، بارك الله فيك. اذا متابعينا مشاهدينا الاعزاء، طبعا احنا وصلنا معاكم الى ختام جولتنا الصباحيه المميزه من هذا السوق التجاري من قسم الخضروات والفواكه. استعرضنا فيها وياكم اليوم اسعار الخضروات وايضا الفواكه المستورده وايضا الفواكه المحليه. حياكم الله، نشوفكم ان شاء الله على خير، وحياكم الله، ونتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الفقره. ومع السلامه.